نمت ولا ايه يا حنتها؟ مش ايه ده يا زين؟ هتعمل بقى؟ مش واردة ويابا لو على تجارة فود هحلال عليك وانا مرضي. مرضي ياه؟ هو لو عايز تجارة فود هشتري بيها حياتك؟ انت كلك كده على بعضك ما تسواش مليم. طب يا سعيد انا تحت امرك، اللي تؤمر بيها انا سديت، ولو عايز رقبة فود نفسه. انت ياض الوساخة اللي انت فيها دي، عرفت ان كلك على بعضك كده ما تسواش مليم؟ انت ياض هات اللي في عبك. انا تحت امرك يا سعيد، عايز تعرف ايه؟ مين اللي بقى اللي موجود؟ ومين اللي قالهني ورا حريق عرابي؟ انت؟ والمصحف منى ده الخسيس اللي اسمه الطيب. طيب عايز يخلص مني مش كده؟ اه، ويخلص من فوده بالمره بعد ما تعرف ان هو اللي ورا الليله دي كلها. وساعتها الليله تفضلكوا انتوا الاثنين بتبدي ابن الحرام على اخوك يا حمار. طب ما كنت اديته طلقه وتخلص منه على طول. حاولت وكان عليها انا والطيب رجاله غريبين، لكن طلعت لنا انت من تحت الارض يا سيد، خدت الطلقه بدل. يعني انت مش عرابي؟ ها كله بقصه. طيب انت عارفني يا كبير، طول عمري بطني فاضيه يعني، حب الزيته كده وكبير كلمتين كده افك بيهم عن نفسي. بقول لك ايه يا عم سامح، خرجني من دماغك وكفايه الادويه الاكسبايرد اللي احنا بنبيعها للناس دي. ايه يا عم مالك فيه ايه؟ ما قلنا لا بتنفع ولا بتضر، ما يبقاش قلبك خفيف بقى. يا عم انا قلبي خفيف، ما تقعدش تتكلم معايا بقى في المواضيع دي تاني. يا عم قلنا دي ادويه جدول وصلاحيتها شغاله. ايه يا عم يا مخدرات؟ ايوه دي مخدرات، وانا مش هدخلها عندي، ولو دخلتها عندي مش هخرجها غير بروشيتا ومن دكتور كبير كمان. طب اهدى يا احمد بس عشان ربنا يكرمك. طب ما تجيب سيره ربنا في اللي احنا بنقوله ده. طب بلاش، المصلحه اللي هتطلع لك من ورا الجدول قد الاكسبايرد 5 مرات. ها هتاخد ولا حولها لحد غيرك؟ سلام. انت يا سامي انت شكلك متضايق يا ابو حميد النهارده، فكر وانا يومين وهعدي عليك. سلام. عظمه معلم شين، خبر عرابي مسمع في الدنيا كلها، بس ان جيت للحق انا كنت خايف لما تلحقش ويعملها معاك زي ما عملها مع فوده. طول عمره كلب وعضته اللي هبر، بس معايا انا ما يقدرش يقرب ويفتح ضب، بس الشهاده لله كله يرجع للفضل بتاعك وجميلك اللي مش هنساه. يا عم انا ما عملتش حاجه، بس طول الوقت كنت بقولها لك خليك ورايا وانت هتكسب، وبعدين الشغل اللي انت قلبته من مخازن عرابي قد اللي راح منك وزياده، مش كده ولا ايه؟ ما تخافش، عينوبك من الحب جانب يليق بمعلم ده. لا ما انا مش خايف، حق هيجي ما انا عارف، بس كله باوانه مش دلوقتي. مش دلوقتي ازاي؟ ما خلاص السوق صفصف عليا انا وحنفي الوزان، هنستنى ايه؟ اسمع كلامي واشتري مني في الهادي، انا عايزك تخفي البضاعه اللي عندك كام يوم، كانها ادفنها كانها اتدفنت مع اللي اسمه عرابي. كام يوم؟ ده عزه يا عم، العالم كفرانه، واديك شايف النور والبنزين، الناس اتخنقت، اقوم جاي انا مخسر روحي في الوقت اللي لو نزلت فيه ربع جرام اكيد. طب اديني اماره. امارتين مش اماره، اولهم السوق اتعوج من ساعه ما اصحابك قلب واحد ورا التاني، وعد شاء الله حطيتها، نرمي احنا البضاعه بتاعتنا ونرخصها ولا نعززها ونبيعها بدل ب 10 ب 100؟ يا معلم بخاريف، الوزان كده كده هينزل وهيبيع والسوق هيشبع، اجي انا بقى ساعتها احط حطيتي تتقل في وش جبرت يا خفيف، وده عيب. انا بقى عايزه يطمع زيك كده وينزل بكل طول، وساعتها هديك الاماره التانيه. دول بيجهزوا البضاعه والرجاله دلوقتي. سيبه ينزل براحته، وزي ما وعدتك هتبقى بطولك في السوق، وساعتها انا اللي هسمي لك النونه الجديده. هتسميها ايه يا وحش؟ فرشه الضغط العالي 220 فولت. واحنا لا مؤاخذه هنكيفهم ولا هنكهربهم. لو انت السادي هننورهم في الضلمه. انا لما اديتك فرصه تانية كنت متصوره ان حياتك هتكون افيد من موتك، لكن من الواضح ان انا كنت غلطان. لكن اللي ما تعرفوش ان ممكن اصلح اي غلط في لحظه. اهلا. انت من ساعه ما اديتيني الامان وانا حاطط تحت رجلك، واللي بتؤمري بيه بعمله. اديتني معلومه تافهه في وقت كنت محتاجاها فيه. تصور بقى وانا بطلب منك معلومه مهمه وتقولي ما اعرفش، ممكن تقولي بقى انت فايدتك ايه؟ يا ست الكل الليله مش هتضنى مني انا بس، ده من العالم كله. مفيش حد هرش اي حاجه عن اي حاجه، كله متساوي لمؤاخذه. وانا لو عندي اي معلومه عن اي حاجه ولا اي حد كان زمان عندك وقتي،
ممكن تقولي بقى أنا بستفيد منك إزاي؟ أنا كل اللي أعرفه إن السوق فيه وفي حد بيحرم في أساسه لمؤاخذة، بس هو مين ورحمة أمي ما أعرف. وأنا مش جايباك هنا عشان تحلف لي برحمة أمك 24 ساعة وتعرف مين اللي اتجرأ عليا وبيعمل كده. أوكي؟ ده بجد يا سيد؟ لا يا بنت مش بجد. بجرب عشان اخش بيه على البنت الجديده. ياه ده انا كنت بحلم باليوم ده، كنت فاكره ان هو مش جاي. يعني خلاص خلاص بقت ليا. انا طول عمري ليك يا بنت، ولا حته الدبله دي اللي تربطنا ببعض؟ لا بس انت لما كنت بتبعت كان بيبقى نفسي في حاجه كده من ريحتك، اماره تقولي ان انت راجع. وقلبي اللي انت خدتيه من زمان ده مش اماره يا بنت. ربنا يخليك ليا يا رب. بس يعني مش كنت تستنى لغايه ما اغسل ايدي كده من الطين ده؟ انا عايزك كده، عايزك معفنه. عاجبك ولا اخد الدبله وامشي؟ لا عاجبني عاجبني، بس يعني انت هتمشيها كتمي كده؟ الله، مش انت اللي قلت مش عايزه لا فرح ولا زيطه ولا زفه، وقلت تعالى خدني من شعري كده على طول يا سيد؟ هو في راجل يمشي ورا كلام الحريم؟ صح، انا غلطان مشيت ورا كلام الحريم. طب تعالي بقى يا بنت الكلب. ربنا يفرح قلبك يا حبيبي زي ما فرحت قلب البيت. وهتفرحي قلبك انت كمان امتى بقى ان شاء الله؟ بس بقى يا سعيد. بس ايه؟ يا بنت ما تجيلي في العدل. ما انا اتكلمت معاك مليون مره وطمنتك. بلاش بقى بصه الخوف اللي بتقلب المواجع دي. لو على الخوف منك يا اخويا انا مطمنه. طب ده انت قلبك فل واكتر واحد حاسس بيا. امال ايه بقى؟ هو في حد تاني ليه كلمه عليك عشان تخافي؟ طالما انا قلت امين خلاص ما حدش له فيه. حتى لو كان ابني؟ عمر. ايوه عمر يا سعيد. طب افرض ربنا رضي عليا وبعت لي ابن الحلال، عمر هيوافق؟ لا طبعا. بس من امتى نصر الحاجات دي بتوقف نصيبنا؟ نصيبك هتاخديه هتاخديه غصب عن اي حد. ما هي دي الحسره يا اخويا. الدنيا ما تديش الواحد اللي هو عايزه، تديله حاجه وتاخد قصادها حاجه. ايوه ولاد عمر لسه صغير بس مصحصح بحاله، عمره ما هيرضى حد يشاركه في امه. هيجي بقى في قدامك ويجعجع ويطجن في الكلام، بس بعد كده هيرمي ودنه اللي يعرف ياكلها. يعني يعني اللي جاي ده لازم يعمل مجهود، يتشقلب، يعمل قرد عشان يكسبه ياخده في حضنه. طب افرض ما عرفش يعمل، يبقى ما يستاهلش ست الستات. عندك حق. انا كنت الاول بطولي، دلوقتي بقيت انا وهو حاجه واحده. واللي جاي ده لازم يعرف كده، لازم يعرف ان الشله تقيله، هياخدك انت وهو مع بعض. والشله التقيله يعني المهر غالي، وما يقدرش على المهر الغالي.